في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على التواصل مع كافة فئات المجتمع، شاركت الوزارة الأطفال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل. وقامت الداخلية في هذا الإطار بتنظيم زيارات للمدارس ودور رعاية الأيتام وتقديم هدايا للأطفال. في ضوء حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بدورها الإنساني والاجتماعي والذي يتجلى في التواصل مع كافة فئات المجتمع ومشاركتهم الاحتفالات والمناسبات، وفي مقدمة تلك الفئات النشأ، الذي تحرص الوزارة على غرس قيم الولاء والانتماء في نفوسهم. في هذا الإطار وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، حرصت أجهزة وزارة الداخلية على الاحتفال بهذه المناسبة، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات إلى عدد من المدارس، ومنها مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة. زيارة وزارة الداخلية هي زيارة بنستناها كل سنة، دايماً بتيجي بتبعث البهجة والسرور على نفوس أولادنا. إحساسي إحساس صاحب البيت اللي نفسه ضيوفه ما يمشوش من عنده ويفضلوا موجودين في وسط أولادهم، يزرعوا السعادة الموجودة واللي شفناها على وشوشهم النهاردة. أنا مبسوطة إن الضباط جم عندنا ولعبوا معانا وادونا هدايا ويا رب يجوا تاني. مبسوطين بوجودهم هنا وفرحانين ومبسوطين وقعدوا يتكلموا معانا، واحنا يعني بنتمنى ان هم يزورونا كل يوم. زيارات كان لها اثر طيب لدى الاطفال الذين اثنوا على هذا الاهتمام الذي تليه وزاره الداخليه لهم. قطاع كبير من وزاره الداخليه جم يحتفلوا معانا في عيد الطفوله ودخلوا وقدموا هدايا كتير جدا للاولاد وادخلوا عليهم الفرحه. احنا تعودنا دايما ان وزاره الداخليه معانا في الاحتفالات ومعانا في المناسبات، سواء المناسبات الوطنيه او المناسبات العاديه، ده شيء يعني مستمر معانا دايما. يعني انا بجد النهارده فرحان جدا ان ضباط وظابطات من وزاره الداخليه جم واحتفلوا معانا بيوم الطفل العالمي. نفسي لما اكبر ابقى ظابطه واجي احتفل مع الاطفال. دي طبعا علينا هدايا وبازل والبومات وحاجات حلوه قوي كده وفرحوا كل الاطفال اللي كانوا قاعدين، وطبعا احنا بنشكرهم كلهم. ونظمت الوزاره زيارات بهذه المناسبه الى دور رعايه الايتام، وهو امر ليس بجديد على وزاره الداخليه التي تولي اطفال هذه الدور رعايه واهتماما خاصا على مدار العام، وتقدم لهم الدعم المعنوي الذي يعمق لديهم روح الولاء والانتماء للوطن. وزارة الداخلية عمرها ما بتنسانا في أي حاجة، إذا كان بطاطين في الشتاء، إذا كان مأكولات، أي حاجة إحنا بنطلبها الصراحة أو محتاجينها هما بيوفوها لنا. وبهذه المناسبة تم تنظيم زيارات لمستشفيات الأطفال وتقديم هدايا للأطفال من يتلقون العلاج بها، وهو ما يسهم في رفع روحهم المعنوية ويساعدهم على الشفاء. مين حيفرقنا واحنا تملي الايد في الايد، شايفين حلمنا بيقرب والاحلام ما بقتش بعيد، عارفين. كما تم ايفاد قوافل طبيه بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبيه بالوزاره لتوقيع الكشف الطبي على الاطفال وصرف الادويه اللازمه لهم بالمجان. وبهذه المناسبة قام قطاع الخدمات الطبية باستقبال الأطفال بمستشفيات الشرطة وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم على مدار 3 أيام. خطوتنا الجاية ومستقبلنا طريقه منين؟ أجيال هتكمل مشوار الأبطال وعلينا العيش. وحرصت الوزارة من خلال مديريات الأمن على استقبال الأطفال بالمنشآت الشرطية لمشاركتهم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل وتعريفهم بالدور الذي يطلع به رجال الشرطة في حماية أمن المواطنين، مع تقديم بعض الهدايا لهم. كما تم تنظيم زيارات ترفيهية للأطفال بأندية الشرطة تضمنت عروضاً موسيقية وعروضا للخيالة، وهو ما لاقى استحسان الأطفال. شفنا عروض حلوة قوي، عروض يعني كان في مسدس صوت وكان في ركوب خيل وكان في كلاب وكان في حركات حلوة قوي وعروض حلوة قوي، واتبسطنا جدا ووزعوا علينا هدايا وتصورنا مع كل الضباط اللي هنا، وبشكر الرئيس وبشكر وزارة الداخلية. اتعرفنا على حاجات كتيرة كناش نعرفها وحاجات حلوة كتير واستفدنا منها يعني استفادة كبيرة جدا، وعلمونا ازاي لما يكون في حريقة نتصل ب 180 وعلمونا ازاي ان احنا نتصرف. كل هذه الاحتفالات مع الأطفال تأتي ترجمة واقعية لاستراتيجية وزارة الداخلية الاجتماعية الحريصة على دعم والتواصل مع كافة فئات المجتمع.
احتفال وزارة الداخلية مع الأطفال باليوم العالمي لحقوق الطفل إنما هو ترسيخ للدور الإنساني والاجتماعي للوزارة، والذي تسعى إلى تفعيله في إطار المنظومة الأمنية الشاملة التي تؤكد على أهمية التواصل مع كافة فئات المجتمع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.